أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. التهنئة للجميع بهذه المناسبة العطرة، ميلاد كريم أهل البيت سلام الله عليه. نسأل الله بحق هذه الليالي المباركة أن يكون ميلاد فرج وخير وبركة للأمة جميعا. الجماعة يقولون لا أصير مثل أبوك ولا تطول، إن شاء الله ما نطول يعني. يا أول مرة في الكلمة، يمكن أصير آخر مرة، تعودتون شعر أو عرافة. يلا تحمنا هذا المجال ونشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الحق جل وعلا: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. الآية 23 من سورة الشورى. سورة الشورى سورة مكية، أما هذه الآية فلها مناسبة خاصة. هناك من أتى إلى الرسول بعد استيفاء الرسالة من الأنصار يريدون أن يجازوا الرسول، فقالوا له: هذه أموالنا، هي لك، خذها. قال: أنا لا أريد مالاً. فتلا هذه الآية بعد أن نزل عليه جبرائيل: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. النكتة هنا: السورة مكية والآية كانت في المدينة، كيف يكون ذلك؟ هناك بعض السور لم تكتمل في مكة، فكانت تتناقص الآيات، فأكملت هذه الآيات بعد ذلك في المدينة المنورة، حتى أكثر من سورة في هذا المجال. الجميل أن من يقرأ سورة حاميم، هذه سورة الشورى، أنه يأتي يوم القيامة، من يواظب على هذه السورة يأتي يوم القيامة كالقمر في ليلة تمامه. هذه السورة. نأتي إلى هذه الآية، المودة. ما المقصود بالمودة؟ أو قبل المودة نأتي إلى كلمة: قل لا أسألكم عليه أجرا. ما المقصود بالأجر؟ وهل رسول الله يطالب أجرا على الرسالة؟ كل الأنبياء لم يطالبوا بهذا الأجر. ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. إيش معنى رسول الله الآن يطالب بأجر على الرسالة؟ هذه السورة، الآية من سورة الشعراء: قل لا أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هل تتناقض مع السورة الأولى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أم لا؟ نأتي إلى آية أخرى من سورة سبأ، حينما يقول: قل، وقد نجد الإجابة في هذه الآية، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. بمعنى أن الأجر الذي يطالب به الرسول هنا لنا للمسلمين. يعني إذا أنت تريد أن تتقرب إلى الله فاعمل بهذا العمل. ما العمل؟ قال: المودة. وما المودة؟ المودة هي المحبة، أن تكون محباً لقرابة رسول الله. الأجر هو الجزاء، لا يتناقض مع الآيات السابقة. المودة هي المحبة. إنزين، نأتي إلى الأمر المهم، حينما يقول القربى، من هم القربى؟ للوهلة الأولى أنا وإنت وإحنا كلنا قاعدين بنقول القربى هم محمد، يعني آل محمد،
حتى أن المفسرون يعبرون أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم. هذه الوهلة الأولى احنا نقولها، أن القربة هم هؤلاء. لكن لما نأتي إلى التفاسير نشوف لا، هناك تشعب في مسألة القربة هذه. إطلالة سريعة فقط، اتفقنا أن القربة هم أهل البيت، هذا رأي. الرأي الثاني كما يشير له صاحب التفسير الأمثل، حب أمور تقربكم إلى الله، يعني في أمور معينة كالصلاة كالصيام كالعبادة، هذه فيها قربة إلى الله فحبوها، وهذا يتنافى مع العقل، لا يقبل أن أحب أمورا تقربني من الله، هي الطاعة لله فقط، لا يوجد أمر أحبه وأطيعه ثم يقربني من الله جل وعلا. بعد الرأي الآخر قالوا القربى هم زوجات الرسول، تفرعوا قالوا وأصحاب الرسول، مقربين من الرسول بعد هم قربى، بعد مودتهم واجبة، يعني واجبة أن نكون محبين لأصحاب الرسول، هذا رأي آخر. لا، في رأي آخر قال القربى مو هذولا، القربى هم الأقرباء، أنت قريبك من حبه تودد إليه، كل واحد عنده قريب حبه، وهذا يتنافى أيضا من العقل، هو قريبي في البداية يعني في الأصل، فمحبته مشروطة يعني موجودة، بعد الله بيطالبني أحبه زيادة، قد تتنافى مع العقل. بعد هناك رأي آخر قال حفظ قرابتي منكم، أنا رسول الله أتكلم، احفظوا قرابتي منكم، أي لا تؤذوني لا تزعجوني، وهذا أيضا يتنافى، هو قاعد يكلم مسلمين والمسلمين يحبونه، إيش معنى بعد يقول لهم بعد حبوني زيادة ولا تؤذوني، وهذا والآية نزلت بعد استيفاء الإسلام، يعني بعد أن قطع الإسلام شوطا وانتشرت الرسالة. بعد من ضمن الأمور ذكرنا الصحابة وذكرنا الزوجات، قالوا القرابة هم أهل مكة كلهم، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله كانت تربطه قرابة بكل أهل مكة، حتى بعد أبو لهب خلوه بعد قريب من الرسول، بعد يقولوا بعد تجب مودته، فإذا يرفضها العقل. الدليل على أن القرابة هنا المقصود بها هم آل بيت محمد، ما الدليل على ذلك؟ نذكر رواية واحدة فقط، الإمام زين العابدين لما وقف بباب دمشق أتاه أحد الشاميين فسأله من أنتم؟ والحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم وما إلى ذلك من الكلام هذا، فرد عليه الإمام قال له أقرأت القرآن؟ قال بلى. قال أقرأت حاميم الشورى؟ قال بلى. قال قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال نحن القربى، يكفينا أن الإمام المعصوم تكلم وتحدث بهذه الآية ونسب القربى إلى آل بيت محمد، فالقربى هنا هم آل بيت محمد، ولا مجال أن تفسر بتأويلات أخرى في هذا المجال. اتفقنا أن الجزاء ثم المودة ثم القربى، وعرفنا هذا. نأتي إلى أمر مهم، احنا الآن دورنا شنو أمام قرابة رسول الله؟ احنا نقول إن احنا شيعة موالين محبين وكذا وكذا وكذا، صاحب هذه الذكرى الإمام الحسن قاعد يعلمنا بعض الأمور، من ضمن ما يروى عنه أنه كلما ذكر الموتى بكى، وكلما ذكر القبر بكى، وكلما ذكر القيامة غشي عليه، يعني خر مغشيا على الأرض من هول هذه الكلمة.
واللطيف أن الإمام الحسن بالذات، يعني هذا الإمام المظلوم الذي ظلم في حياته وبعده، يعني إحنا كموالين لا نكاد إلا أن نذكره في ليلة 15 من رمضان وفي ليلة 7 من صفر، هذا اللي نذكره. يعني حينما يتطرق العلماء إلى فرية يعني مضحكة في حقيقة الأمر، أن الإمام الحسن مزواج مطلق، شلون وفي حياته؟ قالوا أن الإمام الحسن تزوج ب300 امرأة، وهذا تذكر في الروايات عندهم. يعني إحنا نأخذها بالعقل، الإمام الحسن عمره 46-47 سنة، 300 امرأة من وين؟ ثانيا، يعني رواية تذكر أن الإمام الحسن مر على جمع من المسلمات في المدينة المنورة وقال لهم: من منكن تتزوج ابن رسول الله؟ سبحان الله، إمام الحسن إمام بقول الرسول، سيد شباب أهل الجنة. قالوا له: كلنا مطلقاتك. هذه رواية مكتوبة واردة. شوف الفرية حينما تكبر والحقد حينما ينمو على هذه الشخصية. ولذلك ظلم الإمام الحسن ما كان ظلم عادي. إحنا الآن إيش دورنا أمام هذه القرابة من آل بيت محمد؟ اللهم صل. جاء رجل إلى الإمام الحسن، اسمع هذه الرواية حقيقة مريبة، قال له: إني من شيعتكم. فقال له الإمام: إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك. ذنب، يقول لا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. قال: أنا من شيعتكم. قال: لا ترتكب ذنب بهذا الكلام. ليش؟ بعد منفصل أكثر، ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبيكم وأنت في خيرا إلى خير. بس تكفي أن تقول موالي ومحب، لا تقول من شيعتكم. ليش؟ أذكرك رواية أخرى، أن الإمام علي كان خارجا ذات ليلة فجاءه جمع من المسلمين خلفه، أوقفهم: من أنتم؟ قالوا: نحن شيعتكم. نحن شيعتك يا أمير المؤمنين. قال: ما أرى فيكم سيماء التشيع. قالوا: وما سماء التشيع؟ قال: صفر الوجوه من السهر. اسمع، صفر الوجوه من السهر، وفي رواية أخرى صفر الوجوه من صلاة الليل، عمش العيون من البكاء، خمس البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غبرة الخاشعين. هذول شيعتنا، أنتم منهم؟ قالوا: لا. يعني يجي واحد إلى الإمام السجاد أيضا، شوف الأدهى، ويقول له: يا ابن رسول الله. المرة بعد ما قال: أنا من شيعتكم. قال: أنا من شيعتكم الخلاص. أي كبرها بعد الآن، يقول لك: فأطرق الإمام فوثب، فقال له: أو أنت مثل إبراهيم الخليل حتى تقول هذا الكلام؟ يعني أنت بتقول هذا الكلام، أنت مثل إبراهيم الخليل؟ قال: لا. شلون؟ قال: القرآن يقول، الله جل وعلا يقول: وإن من شيعته لإبراهيم. إذا بتصير مثل إبراهيم وقلبك قلب إبراهيم فأنت من شيعتنا، أما أنت بخلاف ذلك
يعني قلب إبراهيم هذا القلب الطاهر البعيد عن الغش البعيد عن الغل، أنت من شيعتنا، وإن لم تكن ذلك فأنت من محبينا، فأنت من محبينا. يعني إذا ما بتكون من شيعتنا بتكون مثل إبراهيم، ما بتكون مثله أنت من المحبين، وإلا فإنك بقولك كاذب. أمر مهول أن تقول أنك شيعي، لأن مقام التشيع أصبح مقام عالي، ما ممكن أصل إلى هذا المقام. ولذلك نرجع إلى حديث الإمام الحسن قال قل إنك من الموالين بس ومن المحبين وأنت في خير إلى خير. بعد نذكر بعض الأشياء اللي ممكن تحرك فينا المشاعر. إمام الرضا أتى له أحد الموالين نقول قال يا ابن رسول الله لقد تصدقت على 10 من الفقراء وإني لمسرور بذلك. قال جميل، أسأل الله أن لا يحبط عملك. قال له وكيف يحبط وأنا من شيعتكم؟ فهمني؟ قال كيف يحبط وأنا من شيعتكم؟ فأطرق الإمام وتلا عليه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال أنا ما مننت عليه ولا أذيته. قال بل آذيتني أنا وآذيت ملائكة ربي حينما قلت أنا من شيعتكم فأبطل عملك. شوف لهذا المقام، إنك أنت لما تقول كلمة التشيع عند أهل البيت كلمة عظيمة جدا، فكن بمقام هذه الكلمة. قال ما أفعل؟ قال استغفر الله. قال أستغفر الله وأتوب إليه. قال الآن رجع لك ثواب عملك بعد ما استغفرت رب العالمين من هذه الكلمة، بل قل أنا من مواليكم ومحبيكم. يركزون على هذه الكلمة. قال لقد تبت من ذلك. فالفرق، الفرق طولت والله بعد جماعة قولوا لي عن الوقت، أنا صراحة ما طلعت الوقت. الفرق في كل ذلك أننا لما نأتي إلى مقام التشيع مقام عال، لأن الإمام الرضا يقول على نفس صاحبنا إن من شيعتنا مؤمن آل فرعون وصاحب ياسين. بعد ذكر أمثلة جدا عجيبة الأمثلة. قال وعمار والمقداد وأبي ذر وسلمان. أنت مثلهم، إذا صرت مثل عمار ومثل أبي ذر بتصير من شيعتنا. حجر بن عدي حينما قتل لما أرسل له معاوية وأراده أن يلعن أمير المؤمنين علنا قال السيف أهون عليه، فلما جابوه وأرادوا يقتلونه كان مع ولده يقول له السياف من تريد أن نبدأ بولدك أم بك؟ قال بولدي. لما قتل الولد ليش؟ قال الآن ضمنت أنه لن يبرأ من ولاية علي بن أبي طالب، خلاص أنا ضمنت الآن اقتلني أنا. وقتل بعد ذلك. هذا التشيع، إذا أردت أن تكون فكن مثل هؤلاء. إمام الحسن يقول الفرق أن شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا ويطيعون في جميع أوامرنا ونواهينا فأولئك شيعتنا، فأما من خالفنا في كثير مما فرضه الله فليسوا من شيعتنا. مكروه، في عمل مكروه نسويه، مقبرة، مقبرة، البناء على القبر مكروه، روح شوف المقبرة، باقي نسوي أضرحة على قبورنا وهي مكروهة. كل الفقهاء يجمعون أن البناء على القبور مكروه إلا قبور الأولياء والصلحاء.
وبعض الفقهاء يقول وإن زاحم قبور المسلمين حرم ذلك. شنو المستحب؟ ضع شاهد على القبر ورش الماء، ما في مستحب غيره يعني. وتروح تقرأ الدعاء وتقرأ القرآن على القبر، أما تبني فوق مكروه. إحنا لا نتقرب إلى الله بشيء مكروه، هذا عمل. تقول له تعال المأتم الفلاني موجود، قال إيه بنروح المأتم الفلاني، كان يشوفونا بعد إن إحنا رحنا وحضرنا المأتم. سيد الصدر رحمة الله عليه، هذا الإنسان يقول أحد تلاميذه كنت جالسا مع السيد شهيد الصدر فأراه بعد كل صلاة مغرب ما يقوم يصلي، يبقى نصف ساعة ساعة إلا ربع ما قام صلى، يوم يومين تكررت هذه المسألة. يقول فتوجهت إليه بالسؤال لماذا هذا العمل؟ يقول تعودت من صغري أن لا أقبل على الصلاة إلا بقلب خاشع وانقطاع إلى الله، أنا قاعد أفكر في الدنيا ما أقدر أصلي. إذا بتصير مثل الشهيد الصادر، وما أدري بعد هل مقام شهيد الصادر بعد بنساوه بمقام عمار وسلمان؟ لا، بعد درجات، بعد درجات. يعني إحنا وين نجي ما ندري. لذلك الانقطاع إلى الله في الصلاة كان داب الشهيد الصادر. أيضا يروي عنه نفس الراوي، نفس هذا التلميذ، كنا في الحج فنذهب إلى الصلاة، صلاة الظهر. يقول كان الازدحام على المطاف، فيرجع معنا إلى السكن. يقول إحنا قاعدين نتغدى، شهيد الصدر يقوم يلبس عباته ويروح الحرم من جديد. يقول أنا أرافقه أروح معاه. يقول فلما وصلنا، يقول كان ما كان مرمر مثل الآن بارد، كان حار جدا، ما تقدر تحط رجولك على المطاف. يقول نبدأ في الطواف. يقول أنا شوط واحد حدي، أطوف شوط واحد وأروح إلى الظل وأقعد، وأرى الشهيد الصدر يطوف يطوف يخلص ويجي يصلي خلف المقام. وبعدين في طريق الرجعة قال له ألم تتعب؟ قال والله ما أحسست بنفسي وأنا أطوف حول البيت. يقول لما رجعنا إلى المنزل رأينا رجلاه متورمتان، انقطاع تام إلى الله. إذن هذه بالذات الخصال التي يجب أن نتعرف في هذا المقام عن مقام التشيع، إلى أي درجة يجب أن نصل. ونعود إلى ما قاله إمامنا صاحب هذه الذكرى، قال يكفيكم أن تقولوا أنكم من الموالين ومن المحبين وأنتم في خير إلى خير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموالين ومن المحبين، وأن نصل إلى مقامات التشيع بإذن الله. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.